اعرفهم هي ناروكيا، هي السبورت تبعهم، واول ما غيروه ورجعوا كانوا شالوا سينيو ورجعوا سبيتس. اكس بيكس. طبعا اكس بيكس باني سينرجي كتير صراحه من سبليت 2 مع التيم تبعه، وفرجونا السينرجي تبعتهم، ففوكس جيمنج كان عندهم تشانس، خاصه انه كمان جي كي كانوا بيلعبوا مع فروم زيرو زي ما هم عمالهم بيلعبوا اليوم. يب صراحه بس انا بعرف انه اجواد مريض، اجواد مريض عشان هيك مش قادر يلعب يعني. بس بنفس الوقت يعني الاشياء اللي حابب اركز عليها انه اي 9 حكيتها بالستريم تبعي، اي 9 فريق ما بيقدر يفوز الا اذا جاب الادفانتجز تبعته من الكيلز، مش فريق اي 9 مو فريق بيقدر يجيب الادفانتجز تبعته من الليننج فيز، لازم يحاول يجيب كيلز عشان يقدر يصير اهيد جنجل من الاخر، مش من الدين يساعد قصده. لا انا قصدي انه فيش اوبجكتيف كنترول، عندهم كل الادفانتج بالكيلز بتكون كل ادفانتج بالجول تبعتهم بتكون بالكيلز، بس ضد فريق زي جي كي اتوقع انه صعب كتير يقدروا يجيبوا الكيلز هاي، عشان سايفر بيست بيرفورمينج ميد لينر، ووفو بيست بيرفورمينج توب لينر، ممكن يجيبوا ادفانتج بالبوتلين، ولكن سكريم ولوك ميس مش معروفين بانهم هم اللي بيجيبوا اللي هم واو بيجيبوا كتير كيلز، معروفين بانه اوكي لوك ميس بحب يعمل روم لا جاجرنت عشان يعطي ادفانتج، وهي شغلات بطلنا نشوف انه سايفر يأنف كتير بالميد لين. اتوقع حتكون الصراحه كتير الجيم صعبه بالنسبه لاي 9، الا اذا قدروا مثلا يستغلوا الثغره اللي هي فروم زيرو مثلا، انه لسه ما بناش سينرجي كفايه مع جي كي، وكمان دين هو يعتبر هو احسن لاعب اي 9، فانه ممكن يستغلوا نقطه القوه هاي اللي هي دين، ويقدروا يجيبوا كيلز كفايه انهم يقدروا يبنوا ادفانتج كفايه ضد جي كي. اوكي احنا شايفين هنا لسه ما بنش الفروم زيرو هيرو، ممكن نشوفه لسه ممكن يتاخد من ناحيه دين، خد بالك دين يا فاست فاست بيك ممكن برضو ياس حقيقي او ال بي. اوكي جي كي وين، جي كي وينز. يلا السلام عليكم، بدكم اي شباب؟ انا خلص خلصت البوت تبعي. اوكي لسه في لحد السيرد بيك، اعترض ممكن ما يعملش شول دلوقتي لساندر، لازم نشوف جونجلر هنا من ليس، لازم نشوف ليسن موجود هنا وفروم زيرو تي هيرو البلانك. بص هما بيعملوا ابيوز اللي هو ايه، حتى لو هتكونترني مش هتقدر تقتلني وهجيب انا الادفانتج، فانت كده محتاج جانجلر بتقدر ان انت تلف معاك اساسن ليبلان، فانت مين هنا جانجلر الموبيليتي بتاعته عاليه غير ليسن موجود معاك؟ ممكن تلعب جي 4 مثلا، بتعمل بكاتاكليزم اي كومب، لسه هنشوف جي 4 موجود، بس عارفين ان جي 4 طبعا مع السونيك ويف ومع الدراجونز ريج والدبليو من ناحيه ليسن بيقدر ان هو يلعب معاك حتى في المكان بتاعك هنا. ممكن نشوف اي دي سي بيك، ممكن نشوف توب او فليكس بيك موجوده هنا، بس هنشوف بكايه بس تفيت على سايفر، ودي تكون تاني مره للسايفر، واعتقد اول مره مش فاكر قصاد فورتس برضو، بس اعتقد دي مره رقم 2. وهنشوف كده الكومب المعتاد، لا اما رايز ليسين، لا اما توستد فيت ليسين، بحيث ان انت بتعمل انستنت ستون او بوينت كليب ستون، وبتحاول تعمل البيرست دامج بتاع ليسين من ناحيه السونيك ويف، فاعتقد ده كومب كويس جدا، وكمان انت تقدر توقف الكي دبليو من ناحيه ال بي. ونشوف هنا واحد من اللي بيكاونتر السي سي او الهارسي موجود الراجنروك التيميت من ناحيه اولف، اعتقد هيبيك البكايه دي، وكمان دراجونز ريج بتكون يوزلس، بس حتى لو كمان هنا لو خدت انشانتر هتكون سو هيوج صراحه، لو خدت انشانتر، بس انشانتر في الحاله دي هتكون صعب لانها سيرد بيك، مش هتكون افضل حاجه هنقدر ان احنا نكاونترها كتير، وانا لسه في سبورت مفتوح، فالسبورت بتكون حاجه بتهوك، فمش هتكون افضل فيشر، عشان هنا لو شفنا انشانتر يلعب في لين هتكون كويسه جدا مع اولف، اولف الانشانتر بيعمل له انيبل كتير جدا، وبيخليه يدخل يعمل تانك ويعمل دامج كتير بترو دامج والارسز واللايف ستيل، وبيعيش فتره طويله. اعتقد هنا يعني نشوف ستريمز تاني فارس، بل انا مش حابب صراحه ان اشوف فارس قصاد ليسن او قصاد تويستد فيت، بس خلاص هو مستريح عليه شكله كتير، فهنشوف سيرد بيك هنا موجوده من ناحيه الكي، ممكن تشوف سبورت، لكن هو هنا بيستغل الباف اللي حصل لها، مع انه مش باف كتير قوي، بس عشان كل الايديكارز او ثلاث ارباع الايديكارز اللي حواليها خدوا نيرف، يعني باف البوليتس ان انت تزود الطلق مش هذا اللي كانت محتاجاه، ام اف ام اف خدت نيرف الاتر سبيد وخدت نيرف الموفمنت سبيد، لا بس صارت عشان تعمل بوليتس اكتر بنفس الوقت، فانا بتعمل دمج اكتر اوفرول. انا فاهم، انا بتكلم الايديسيز حواليها قلوا او دمجهم او خدوا نيرفات، فعشان كده بقت اقوى مش بسبب البوليتس فقط، اللي انا حابب اتكلم فيه، بس ستيل ام اف واحد من بيكسر قويه، وبتقدر تلعب قصاد الرينج العالي. وهنا نشوف، اعتقد هنشوف البكايه الرابعه من ناحيه دي كي، مش هتكون هي السبورت او ويت امومو هلا اي 9 ببند امومو صح؟ هيلعبوا ام اف امومو؟ يا مفروض، انا بعرف انه بنعم، فاكر سرافين ام اف؟ يا بس سرافين ام اف ضد اولف، يا اولف انا لسه بتكلم، يا وكمان ضد توست فيت انه اتسهل بتكلم، فاكر الكومب ده كان بيتلعب انستنت انستا بيك، انا اتوقع نشوف امومو باي ذا واي. يا ميبي اوكي طيب اوفرول حتى الان يا ادهم، يعني ايه رايك في اصلا بكيت مش فورتشن هنا انتو فاروس وولف وكمان ليو؟
بصراحه انا بشوف انه ما دام مختاروا مس فورتشن ضد اولاف وثريش باند قرار غريب، خاصه انه حتى امومو اصلا ما بيقدرش يوقف الاولاف، وممكن كان بروم يكون اوبشن منيح بالنسبه لهم مع مس فورتشن او المورغانا، بس اوفر اول انا بحس انه قرار المس فورتشن هو تيستينج بيك اكثر مما هو اكشوال بيك. يعني انا متاكد انهم اختاروا مس فورتشن كتست، عشان مش منطق انك تختار توست فيت ومس فورتشن بنفس الدرافت ضد اولاف يعني. اها اي سي. طيب بالنسبه للبان الثاني الاتروكس تو بانز متوجهين كده على ميميك بكلم على تو بانز بالنسبه ل روت بيك راكان صغر من ايه اوكي راكان ضد اولاف والبلانك مين بده يصير؟ لا انا بتكلم على حاجه تانية. بص اصل انت هنا لو جبت امومو ما ستيل ريد خلاص بيك مورغانا خلصني والله بيك مورغانا سيبوبي قصاد ليسي مورغانا ضد تويستد فيت وضد راكان اوكي ومعهم اصلا البلانك والاف تشامبيون بي بلس سي سي يا يونيتي موندو اولف اوكي هي عندهم عادي اوكي لوك جي كي والبيك اترو اتروكس باند مومنت اف اف باند جي كي والاف اف طيب الفاينل بيك هنا لو هنشوف تام كينش باند موندو تاخذ ممكن نشوف ريسف سبورت او انشانتر لا انا قصدي على ووفو يعني هو فعلا مورغانا ميك سنس نوت سو باد برضه حلوه شويه قدام راكان ولكن انا عايز اشوف هنا ووفو هيبك ايه ادهم توقعك ايه مش مركز كتير سوري ما فيش كلام وين المورغانا والله كان نفسي اشوف مورغانا ولكن لساته الجاليو از نوت ذات باد يعني لو نفكر فيها عشان بيعمل ديناي مثلا نيفر مايند اكشلي باد انا شو عمالي بحكي اي ثينك البيك تبع جاليو مش منيح بس ووفو الصراحه مش عارف انا كان نفسي اشوف الناسس بيك من ووفو هيها والله اوه ماي جاد والله اني فيكر وات ويت قبل ما يعمل هوفر صح قبل ما يعمل هوفر بدي احكي كلمه ديك تاني بس يعني هولي اي دونت نو بس اشي بس يعني طيب دلوقتي okay. كأوفر وول بقى طه يعني ايه درافت بص هو شويه غريب شويه حلو تو تيمز لو عايز تفهم فكره ناسس هنا ان انت اصلا الاميونيتي بتاعتك ملهاش لازمه قصاد ناسس هو اللي عامل لك السلو انت هتاخد السلو هيعمل لك الارمر ريدكشن بالاي بتاعته ويبدا مع لايف ستيل وانت بتهيل انتوا ايكوال وهيقدر يفارم براحته لكن طبعا موندو عارفين ان هو بيكون معاه شوت ادفانتج لكن مع اول ريكول من ناحيه ناسس ان هو لو عمل اول ان مع الجنرلر بتاعه يقدروا يعملوا بيت لموندو بطريقه سهله جدا لكن الفكره هنا مفيش انت مش هيكون في ايرلي انت هيل لموندو فاعتقد اللين في التوب لين هيكون فري لناسس ان هو يجمع ستاكس الموضوع هيكون سهل جدا ليه لسه ان هو يجانك ميد لين اعتقد هتكون صعبه ان انت تعمل جانك ال بي هيكون موضوع صعب غير لو في جولدن كارد او هي لو هيلث هتقدروا ان انت تعملوا لها وان شوت او ان انت تفضل تبيت بتوستد فيت تحاول تقرب للدبليو بتاعتها غير كده الموضوع هيكون سهل وتقدروا تعملوا لها الوان شوت انت كمان بتظهرها والكلام ده كله اولف هنا الفاليو بتاعته كبيره جدا قصاد الكويكنس قصاد تقريبا معظم السكيلز عشان بس مش قصاد ناسس ناس بحس الستارس هتقدر تشتغل عليه كويس جدا عشان انا عايز افكر في الانتي هيل ايتم مين اللي هيروح انتي هيل هنا يعني بفكر في الايتم هنا مين هيروح انتي هيل عشان يوقف الهيلرز دول اكسكيوشن فورتشن ايوه خلاص بتاع انت تقصد جي كي ولا اي 9 جي كي عشان هنا الانتي هيل ايتم يعني فورتشن الاي تبعتها فا اوكي هنجو هنا في بالانتي هيل فاعتقد كده هيكونوا ضعف شويه لكن خد بالك اولف بيقدر يوصل للباك لاين ومعاه كمان الالتيميت بتاع الجاليو صراحه انا شايف اي 9 سبورتس الدرافت بتاعهم كويس يعني الا لو انهم اختاروا مورغانا اوفر جاليو والله اوف رو انت كان معاك فول اميونيتي تيم انت مش هتلمس حرفيا من اي سي سي موندو اولف والبلانك الموبيليتي وعندك مورغانا بتحمي الفيروس يلا السلام عليكم اي حدا بده يعمل اي شيء ميت ده ترو صراحه ان انت يكون معاك فول اميونيتي ما فيش اي سي بيجي عليك فيروس هيكون كمان مستريح وهيقدر ان هو يبيك بالايرو بتاعه لو حد اتعمل له تيم من ناحيه مورغانا يقدر يبيك كمان بالتشين اوف كوربشن وكمان ال بي لو حد خد سي قصادها هتقدر ان هي تون شوت بس الفكره هنا في جاليو ان هو يدخل يساعد اولف موندو بحيث ان هم مش معاهم انشانترز او مش معاهم الانف دامج لكن في الفولو موجود هنا من ال بي من الشامبيونات الكويسه جدا قصاد ام اف باي ذا واي بتقدر ان هي توصل لها في الباك لاين وتقدر ان هي تلاند كل السكيلات عليها كل اريحيه فال بي هنا هيكون ليها فاليو كتير كويس واعتقد نشوف البانشز فيل من ال بي الجيم ده
طيب هو انا الحاجه الوحيده اللي مش عجباني في بكايه ميمك على مس فورتشن ان هو بكاها انتوا اللي بلانك واولف، يعني فالاتنين دول بيبقوا مرعبين قوي قدام مس فورتشن. كنت وثقت فيه في مره لما كان بيلعب بمس فورتشن اخر مره، ولكن فعلا سكوره ما كانش احسن حاجه، كان بيموت كتير قوي في الجيم ده. ولكن يا ادهم، يعني بما ان في بوز فعايزك تكلمنا بتفاصيل اكتر على الماتش ده. هاي الجيم الصراحة أتوقع أنها من الجيمات اللي مفروض أنها تطول. يعني نطلع على الدرافت، عندهم مس فورتشن a champion that needs items، يعني إلا إذا لعبة الليثاليتي بتصير بدها بس تقريبا الميد جيم، بس يعني نطلع معهم ناسس. بس الفكرة أنه حتى لو أنت حاولت أنك تطول الجيم ضد champion زي البلانك وchampion زي أولاف وكمان فاروس، يعني فاروس بيقدر يلعب بالبلاي ستايل اللي هو اون هيت، وكمان بيقدر يلعب بالليثاليتي ومعاه الموندو. فالفكره انه حتى السكيلينج، يا يعني انه الناس تعمل 1 في 9 يا انه جي كي بيقدروش يعملوا شيء. انا الصراحه بشوف انه اي 9 فازوا الدرافت، الا طبعا كان نفسي مس فورتشن مورجانا بدل جاليو، بس فازوا الدرافت. بس يعني جي كي عندهم ادفانتج من ناحيه اللي هي موندو تشامبيون ما بياكل سي سي بالباسيف تبعته، بس شو الطريقه انك تعمل له كاونتر؟ يعني انك يكون عندك مور ذان 1 سي سي زي تشامبيون زي اتروكس، او انه يكون عندك سي سي بس مش سترونج سي سي زي السلو. ولو نطلع الناس اذا عمل دبليو على موندو، موندو از اكشلي سكوشي باي ذا واي اول جيم، ناس اذا قدر يعمل دبليو على موندو، وانا بعرف انه ووفر راح يلعب فيز رش، ناس توقع مع ماكس اي ولا حيلعبها الجراس ما دام ضد موندو. فليت او جراس؟ لا لا فليت جراس. فليت نو فليت، فليت از سو باد هلا، صارت تعمل بس 20% من الهيلينج على الميلي مينيونز و10% من الهيلينج على الرينج مينيونز، ال 100% افكت بس على الشامبيونز، فانه تفقع الفليت على موندو دازنت ميك سنس صراحه. فانا بشوف انه ما دام في ليسن وفي ناسس وكمان في معهم توست فيت، اتوقع انه موندو حيكون فريكل، عشان لو نطلع على البوتلين حيكون كتير صعب الصراحه بالنسبه لليسن انه يجنك البوتلين، الا اذا عملوا هارد فوكس على الجاليو واللي بلانك ما قدرتش ترد بالتريبورت تبعها. وخاصه كمان انه ال 3 في 3 لاي 9 بيفوز بكل اللينات، يعني بنشوف توب لين 3 في 3 100% اولف البلانك موندو بيفوزوا. هلا جي كي شو لازم يفوزوا فيه؟ اللي هو ال 2 في 2 اللي هي التوب لين زائد جنجل زائد الميد لين زائد جنجل، عشان البلانك اوكي تشامبيون كتير منيح، بس ضد التويستد فيت والبلانك حتكون كتير صعبه. هون بنشوف انه ووفو صراحه السي اس ديفرنس لساته عنده اهيد، وهو عنده لو سي اس بير مينيت، هذا معناه انه قد ما يفرم قليل دائما حيعمل هارد ديناي. واحنا شفنا انه ليو بس يلعب موندو بحب يلعب اجريسيف زياده عن اللزوم، ومرات بتادي لموتو. واذا حاول يلعب اجريسيف زي هيك ضد ناسس ضد تشامبيون بده سكيلينج، ذا تشامبيون بيعمل عليه بريشر انه يلعب اجريسيف، ممكن نشوف فروم زيرو يعمل له ابيوز عشان يقدر يعمل له يعني يعطي كل زوفه. بس المشكله انه انا فروم زيرو بلاحظ انه بيحاول يركز على الاوبجكتيفز اكثر من الجانكس، فممكن ما نشوف، او على الاقل انه بعد الايرلي جيم، ايرلي جيم دائما بيحاول يركز على الكيلز، بس بعديها بصير هارد فوكس على الاوبجكتيفز، فممكن ما نشوف الشيء اللي انا متوقع منه. هون طبعا بنشوف سايفر انسين كي دي اي، انسين سي اس بير مينيت، ازاي طيب وانسين دامج سايفر، ازاي محافظ على الثلاثه كده؟ يعني دايما بقول هتجيب سي اس هتخسر كل بارتيسيبيشن. هي سايفر مشكلته انه المكان بلبنان كان عنده مشاكل انترنت، مشاكل يعني مشاكل بحياته، فما كانش يقدر يركز بالجيم بلاي. هلا هو قاعد مرتاح بيقدر يركز يعني فول فوكس على ليج اوف ليجندز، فعم بفرجينا البوتنشال تبعه. وصراحه ما في اي ميد لانر بيقدر يوصل له، يعني احنا جاجرنوت هو الام في بي تبع فريق اي 9 بعد دين طبعا، انه هو اللي بالعاده بيعملهم كاري للتيم فايتس، بس ضد الدرافت زي هيك من جي كي البلانك لمين ممكن تقدر تعمل وان شوت غير المس فورتشن؟ مس فورتشن الركان حيلعب بلوكيت، التويست فيت راح يروح ميركس زائد ايفر فروست راح يكون تانكي، وكمان باي ذا واي التويست فيت اذا جاب الرابيد فاير بصير كتير سهل انهم يعملوا كاتشز على البلانك زائد الفيروس. فجي كي نقطه قوتهم حتصير على التو ايتمز، لما الناس يقدر يفرم شويه ستاكات، لما المس فورتشن تجيب الجوست بليد تبعتها زائد الليثاليتي ايتم الثاني اللي هو اتوقع ممكن تروح ارم بنتريشن مش ليثاليتي اللي هو البرسنتج ارم بنتريشن، عشان ضدهم اولف زائد موندو زائد جاليو. وكمان شغله انه التوست فيت باللحظه اللي بيجيب فيها الرابيد فاير بصير كتير سهل على مشعل انه يعمل انجيجز على البلانك، عشان احنا حكينا على البلانك كيف ممكن تهرب من الانجيجز هي الدبليو تبعتها، بس اذا جبت رابيد فاير ستان على فيروس او البلانك هي الفرصه تبعتهم. ف جي كي طريقه الوين تبعتهم انهم يستغلوا التوست فيت التي عشان السايد لينز مع ناسس، او انهم يستغلوها عشان يعملوا كاتش مع الركان. واي 9 الادفانتج تبعتهم انه just full on team fight، اعمل 5v5 team fight بدون ما تخلي المس فورتشن تتاح كفايه انها تعمل الالتي تبعتها. بس انا اللي بعرفه انه جي كي كثير بيعرفوا يلعبوا حوالين السايد لينز، احنا بنعرف انه من نقاط قوتهم كيف بيحاولوا يعملوا كاتشز كثير. ف
بعطي الادفانتج لجيكي يعني، وخلص خلصونا من البوز يا زلمه، مش عارف شو بحكي عمال. لا لا هو جيكي خلصوا البوز بتاعهم، فمين اي 9 قال لا لازم نعمل واجب احنا كمان ونعمل بوز بعدين، لسه في بوز حاليا. طيب انا عايز اسال بس سؤال يا ليجن، بالنسبه يعني ادهم مش عاجبه قوي بكايه جاليو هنا، كان بيقول ان لو كانت مركانة كانت هتبقى افضل، ولكن لو عايزين نغير بيك في فريق جي كي انا رايي ميس فورتشن، بس لو انت رايك معايا قول لي ايه الشامبيون التاني، ولا انت شايف الدرافت كده كله كويس؟ ان انت اصلا انت شفت اصلا ال بي وشفت اسمه ده البيك بتاعت اوليف، وبعدين خدت مس فورشن صح الكلام؟ يعني انت دلوقتي يب تاخد ال بي بعدين توستد فيت ليسين بعدين خد اوليف فارس، فارس كمان بيقدر يثبتك وانت فاتح الالتيميت عشان رينجها بعيد جدا وبيقدر يلعب معاك من رينج. فمس فورشن حاسس ميمك بيعاند بيها قوي صراحه، ان هو خلاص ميتا انا بستخدمها خلاص لازم العب بيها في كل الجيمز، حتى لو واخدها في سيتويشن مش كويسه انا ستيل هلعب بيها، ومعتمد على بكات ركان. لكن صراحة تغيير برضو اللي انت قلت عليه بتاع مورجانا انا شايفه الصراحة ميت سنس اكتر، لان مورجانا بتعمل انيبل لفارس ان هو يعمل بوك، كمان مورجانا بتعمل صح. انيبل للبيرست من ناحية ال بي بحيث ان هي تخليها توان شوت او تعمل الدبليو الت كيو بطريقة اسرع. فحاسس ان ميمك هنا بيعاند بس في البيك، هو عايز يلعب بالبكاية، انا هتعلمها في كل وقت كومبتيتيف او سولو كيو مش هسيب البيك. وصراحة انا حاسس ميمك الفترة اللي فاتت ما كانش افضل بيرفورمانس، مع ان اتعودنا ان احنا نشوف من دي كي ان هم افضل بيرفورمانس عندهم بيكون ميمك مثلا سكند الجوندلر سيرد سايفر والكلام ده، بس اتعكس الموضوع بقى نشوف سايفر بنشوف اجود ونشوف ووفو، ميمك ما بقاش ليه حضور كويس قوي زي زمان. ده يعني شفته من الماتش اللي فاتت كان ميمك دايما بيشيل الجيم بيشيله كاسي اسنج، ولا يمكن عشان مع تغير الميتا وفكر كاليستا فكر ازريل مثلا فكر الاولد فارس مش عارف، حاسس في حاجه اتغيرت، بس اعتقد ميمك هيرجع في فتره ما هو تقريبا بيحضر تقريبا حاله، بيحضر انتهى. حاله للبلاي لا اوفز لا هو على الفاينل. فكره اخر جيم لعب فيه كويس جدا لما كان بيلعب بافيلوس وجاب تقريبا كوادرا كيل ولا حاجه، ده كان امبارح صح؟ لا 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 كان قبل لا مش ده امبارح امبارح، ده لا اللي كان من خسره حوالي ضد فوكس. اسبوع او اسبوعين حاجه زي كده، هو من بعد الكوادرا كيل دي خلاص ميمك انا خلصت شغلي هنا، كروني انتوا بقى اللي جاي من اللي جايه انا هقعد اجرب. اسمع انا بس بعرف، انا بعرف ميمك، ميمك بكون هلا قاعد بتشيمبر، تشامبر في سيكريت ولا مش عارف شو بيسموها، قاعد بتشامبر هيك عامل بيعمل مديتيشن بس بيحضر حاله للجراند فاينل. هلا بيحكي خلص يعني وي كواليفايد اي دونت كير، انا بالجراند فاينل راح ابلش العب. دايما ميمك زي هيك على فكره، دايما في عنده فتره بيعمل فيها انتنج بالريجولر سبليت عشان يحضر حاله، ودايما بيأدي اداء ممتاز بالجراند فاينل. فانا صراحه مش خايف من هاي الجيم يعني، فازوا ولا خسروا مش مهم يعني الصراحه. ده هو ده حقيقي يعني، اللي جاي حاليا بسبب الفرق الكبير في البوينتس اللي احنا شايفينه ده بيخلي الماتشات النهارده تحصيل حاصل شويه، ولكن حته ان انت بتتكلم عليها دلوقتي ان هو ممكن يكون مش مهتم قوي بالماتشات الاخيره وبيحضر للي جاي، شفنا الكلام ده من فوكس ان هم بداوا في الاول ما كانوش عايزين يظهروا الشامبيونات بتاعتهم، ان هم كان كل مره لما ينزل السانيو شئت ما بيت بيلعب رامبل يعني، كنا دايما بنشوف حاجه زي كده عشان ما يظهرش البيكس التانيه بتاعته، فممكن يكون الفرق دلوقتي النهارده بيعملوا حاجه زي كده اللي هو لا بيكون بس حاجه هو احنا متوقعين ان هي تبقى موجوده. ميمك اوريدي لا بيلعب كل حاجه يعني، اللي هو يا انا هتشوي هتشوي او هتخبي ايه؟ هو بيلعب انا كل صراحه بشوف حاجه. فوكس جيمنج، فوكس جيمنج كانوا حرفيا مقتنعين انه هذا اللي لازم نعمله، مش انهم بيجربوا بس. جي كي عمالهم بيحاولوا يعملوا ادابتنج للميتال بتاعت الباتش الجاي دي حقيقه واوفر. لا لا بيادبت اوفر، حتى لو يخسر حتى لو يخسر الدرافت ممكن يبيك امومه مثلا مع حاجه مش كويسه، لا انا هادبت عافيه مش متدرب عليها، لا انا جاي اجربها هنا مثلا. ليتس جو زمان يعني. لا انا عايز اسمع رايكم سريعا، مين هيكسب؟ مين هيكسب برايي من غير تحليل؟ طيب ادهم اي 9 بيتر درافت بجي كي والوين. اوكي ليجن سيم، انا مش باي 9 هايب ترين الصراحه. اوكي خلاص يلا بينا على طول على جيم، نروح على رايزو ومورو، لكم الكلمه يا شباب. موحة 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 خلاص يا موحة، هتزعل انا عارف. حبك يا موحة، يلا يلا. شكرا يا نيو فولدر، السلام عليك يا موحة. السلام عليكم يا اعزائي المشاهدين، معكم الرايز اوف بيبر كاست، ابرنتلي معايا مورو وكمان في الكولر كاستنج. يب احوالي مورو. انا 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 زي الفل. ادهم لو سمحت، الضمير اللي بيكلمني في ودني سيبنا ركز بقى في الجيم. المهم نخش على طول على الجيم بتاعنا دلوقتي، هنشوف فريق اي 9 قصاد فريق جي كي. بصراحه جي كي بقى لهم فتره كبيره بيعملوا درافتات غريبه، خلينا نقول يعني في درافتات منهم كانوا تحسها ترول شويه لما اختار مثلا سوراكا في البوت لين، ولكن نجحوا وكسبوا بيها عادي جدا. من ساعه ما هم خلاص عارفين ان هم متاهلين للمرحله الجايه ما بقاش فارقه معاهم، بقوا بيعملوا اللي هو ليميت تيست،
سواء في الجيم بلاي او سواء في الدرافت. وزي ما احنا برضو شايفين النهارده هم البيتر بلايرز خلينا نقول، ولكن برضو الدرافت بتاعهم مش احسن حاجه. فريق اي 9 عامل درافت كويس جدا، لو كان في البيك بتاعه المرجانة زي ما ادهم قال كان هيبقى عندنا 5 لعيبه تقريبا مش هتعرف تحط عليهم اي سي سي. وكمان النهارده المره الثالثه او الرابعه او يعني تقريبا الثالثه اللي بنشوف فيها فروم زيرو تو هيرو، شفناه امبارح ولكن يعني الفريق ما كانش موفق للاسف ان هو يجيب الوين، وهنشوفه تاني النهارده على الليسن. عارفين زيرو تو هيرو من احسن الجانجلرز الموجودين دلوقتي في الريجن، وان شاء الله يورينا يعني اداء كويس. شايفين الفريقين بيبتدوا ان هم يوزعوا نفسهم يعني حمايه من الانفيدز، ما اعتقدش ان احنا هنشوف زي الجيم الاولاني كده ال5 في 5 في البوت لين، الدنيا هتبقى رايقه في الايرلي جيم. يعني ضمن انه في هذه المباراه يكون فيها احترام كبير، ما يكونش فيها انفيد، ما يكون فيها شيء. هنا ليو لا يخدم على وفو مباشره، ووفو بهذا الكلب نتاعو يرقص وما يهموش الامر. في ايه؟ ليو ما يكونش هيك، هو كان اف كي تقريبا ممكن ما كانش امام الكمبيوتر نتاعو، لكن مش مشكل. ليو يخليه ياخذ الشقور في الهجوم وياخذ البوك، وفي الميد لين نفس الشيء يصير بين سايفر وجوجرنوت، يتقدم دين شوي بشوي. لكن سايفر يقول لا، هذه ميد لين دين سقط مش هي الجنجل، وغادي يذهب الى الجنجل نتاعو الاستاذ نحو التوب سايد. نشوف انا صراحه جو عائلي، جو مزاحم بين الفريقين، صراحه هذا شيء جميل جدا. هذه المباراه ما تغيرش الكثير بالنسبه للفريقين. جي كي اوريدي ضامنين الفيرست بليس نتاعهم، صح انهم خسروا يوم الامس، ولكن الان يريدون فقط يعني التستينج اللي كما قلت. يكون في دبل طنط في البوتلين، ما يكونش فيها ولا رقص ولا مزاح، غيكون فيها ضم نوكاف موجود من طرف الاستاذ مشعل، التوت موجود من طرف القميص، بوك كبير جدا على ميمك بهذه المس فورتشن. صراحه كان فيها رقص وجوائري في كل الخريطه. عندما نذهب الى البوتلين نشوف الفايتس، نشوف الاكشن، نشوف الاوتو اتاكس. الان هذا البوك موجود من طرف اي 9 التونسي على جي كي ستار. الشغله شغله يا باشا، الشغله شغله. خلاص احنا بدانا الجيم، يبقى ما فيش رقص، في تريدنج، في كيلز، في ان يعني ميمك هيبدا الليننج فيز، وهو تقريبا بنص الاتش بي بتاعه، لسه محافظ على لسه معاه بوشن فضل معاهم، بالتالي بيبقى بادئ بثلاثه بوشنز مع اللونج سورد ده، قدر ان هو يستخدم 2، والموضوع ده مش قليل يعني، ده هياثر على الليننج فيز بتاعته جدا. شايفين الايرلي يعني الايرلي تريدنج في الميد لين قوي جدا ما بين الاثنين بلايرز، ولكن جاجر نوت قدر ان هو يجيب ليفل 2 الاول، طبيعي اللي بيجيب ليفل 2 الاول هو اللي بيكسب التريد في الوقت ده يعني في الايرلي جيم. Yeah, وانا متحمس يعني شيء كبير جدا اني نشوف هذا الكلب في التوب لين وفو بهذا النازوس، ربما يكون عنده امباكت كبير جدا بستاكس، يكون عنده فري ستاكس امام الموندو. صراحه صعب جدا الموندو قتل النازوس، ونفس الشيء يصير من الجهه الاخرى، هيكون فيري فيري امباكتفول نحو الميد جيم لو كان عنده ستاكس اللازمه. هذا الوفو بالنازوس مزاو اصلا، هي هذا كيوت سكين صراحه، السكين مزاو فيري فيري كيوت. اذا نشوف اش يقدر يقدم لنا في هذه المباراه، اول مره نشوف فيها النازوس في الاي سي، ولا اول مره نعلق على النازوس في الاي سي. ها هو ال1 في 1 اللي يصير هنا بالليو وفو فيري فيري كروس زوم هنا برودكشن تيم. نشوف انه صراحه اوتو اتاكس موجوده، نعم بالضبط اوتو اتاكس كانت موجوده في توب لين. اها يعني فري ستاكس تحت التور، يعني صعب انك قوي انك تدايف. لو كنا شفنا حتى دين قدر ان هو يتحرك ناحيه التوب سايت في الايرلي جيم كده، كان ممكن نشوف دايف على ووفو وجناي وتشي موجود من طرف السجنات الصوره بول على فكره في الميد لين. او ماي جاد، من دون ان يكون عنده الاجنايت جاكر نوت عبده من الميد لين للفريق التونسي ياخذ فيها الصوره كده على سايفر. اها سوروكيل يعني حاجه مهمه جدا في الايرلي جيم، يعني البلانك معاها هي الافضليه ان هي تقتل الانمي ميد لينر. واحنا قلنا يعني انا قلت سايفر مش هيقع في حاجه زي دي، اكيد يعني ان هو مش هيموت بسايفر في الاخر، ولكن جاجرنات قدر ان هو يلعبها كويس قوي، قدر ان هو يحقق لنفسه الايرلي ليد. والليننج فيز هتبقى صعبه جدا على سايفر من المرحله دي، لان اوريدي البلانك روحت البيز، جابت الاثنين امبليفاينج توم، وهترجع اللين هتحاول تبانش تي اف على اي موف يقدر يعملها في اللين، اي حركه، اي يعني مستيب لقدام في هذا اللين. مين وايل ووفو في التوب لين تشيلنج 19 فارم قصاد 22، البوت لين هنا بيحاولوا يتريدوا الاي 9، بوت لين واخد البرايو من اول الجيم، يعني حتى من ساعه البلاي اللي حصلت في البوش دي وهم معاهم البرايو من اول الجيم، وعشان كده دين بيتحرك ناحيتهم قدر يسكير لنفسه فري سكات جراب. يا بالضبط هنا مره اخرى او تشينز ميس لما ترى وصل سيد جاكرنوت من جهه اخرى، سايفر مش عنده الفلاش موجود، دين يتقدم بالاوف نتاعو، عنده جوست انستنتلي، عنده الموس بيد، وعنده الاكسس، وعنده الكيل. دين جانجل فريق تونس ياخذ الكيل الثاني في هذه المباراه. الان يبدو لي انه لوكينج جود فريق 9 في هذه المباراه. جي كي ما نعرفش اش صار معاهم صراحه، كانوا دومينيتينغ وبعد الخساره مع فوكس جيمنج الان شفناهم بعض الميستيكس موجوده خاصه في الميد لين طرف سايفر، اوفر ستاي واوفر بوش كانت موجوده من طرفه، والمطلوب من طرف هذا تويستد فيت هو لو يفرم وما يموتش، هذا هي مهمته فقط، ثم يكون عنده ليفل 6 يسوي الوايلد كارد والفري ويف كلير موجود في الميدين، التيميت ان في التوب ولا في البوت سايد مع الجاجل نتاعو، هذا هو كل شيء المطلوب من طرف تويستد فيت. ولكن الان دقيقه 4-0-2، كين يذهب الى عبده، كين يذهب الى دين، الظروف هتكون صعبه خاصه في الميدين.
ظروف صعبة جدا على سايفر، يعني ما كانش محتاج ان هو يعمل كده، كان بيحاول يبوش الويف، ولكن دين كان موجود على طول عشان يبانش الاوفر ستيب. زي ما قلت لك انت معكش فلاش، بصراحة كان نفسي نزوم ان على كنت لسه عايز اقول للبرودكشن تيم ان هو يزوم ان على الريكول ده، السكين دي بالريكول دي بصراحة، بالريكول ده بصراحة بتبقى شكلها مضحك شوية يعني، بزيادة كرتوني قوي، سكين كرتونية قوي يعني، بس ستيل برضو التوب لين. شاكرنات بيعذب سايفر، بيعذب سايفر في الميد لين. اعتقد انه ممكن فول كومبو كمان يوقف. ايوان فون موجود ما بين ليو هو ووفو، غيكون فيري فيري رول كل ليو من غير من مش عنده من ووفو، ولكن لسه يكون هدف في اكيرم. لا ليو يتخدم ووفو وان اش بي، المينيز موجودة، ما مات ولا احد فيهم، ولا الكلب ولا موندو. والان غنشوف انه مازال تشوف يتو من طرف في البوت سايد، انجيج ما يكون موجود من طرف السيد مش عارف كيف، هذا من طرف لخميز في سي سي السلام. اي يكون بيرفكتلي اكزكيوتد بهذا الجاليو، ولكن يذهب هذا سبوت في الميد لين. الجاكرنوت عنده تشينز على بس سايفر فايك تروكيوت في الالتيميت، هو كمان التشينز الثانيه موجوده، والاكس من طرف دينا تكون كافيه ياخذ الكل. 9-4-0 في الايرلي جيم في الدقيقه 6 من المباراه فقط، ولكن شوف البوت لين موجود فروم زيرو تو هيرو، يتخدم على سكريم بهذا الفارس نتاعو، الفوكس كله يكون موجود على ميمك، يكون يصعب جدا. الضغط موجود، سكريم ياخذ الكيل الان فروم زيرو، فوز يصعب جدا 1 في 2، يدخل على سكريم بالفاشين عنده اوتو اتاكس، الكيت موجود من طرف هذا الفارس، هذا يكون كافي نعم غير كافي من طرف سكريم وفروم زيرو ياخذ فيها كيل، لكن فعلا كوب من طرف رساله لخميس دين يتقدم للمساعده، عنده اكسس البوك موجود من طرف الكاليو، ما زال فروم زيرو تو هارب مش عنده الفلاش لحد الان، لكن فيها مش عنده اخرى الرينجاج، ولكن لا لخميس يقول لا، دين يقول لا، والشت داون تكون موجوده 6-1 الفريق التونسي في هذا الايرلي جيم امام جي كي الاولين في الترتيب معنا في الاي سي 3. اللي بيحصل اللي بيحصل فريق جي كي يعني مش فريق جي كي اللي احنا تعودنا عليه، ايه اللي بيحصل ده؟ سايفر لغايه دلوقتي مات 3 مرات في الميدل وشايفين 1 في 1 موجود من طرف الوزاد ووفو، يتقدم كيو ورا كيو ضغط كورد اتاك على الوزاد، ليو ليو فاضي سامي شد بدل موندو يتقدم عليه ووفو، ولكن مش عنده الدمج الكافي لحد هنا، مش عنده ستاكس اللازمه الى حد الان يقوم بالسولو بولو في التوب سايد، ولكن كان فيها يعني رساله مرسله للوزاد ليو يقول له انه لازم عليك الاحترام، انه بعد التيميت واحد مني ممكن تموت في اي وقت بهذا النازل. من جهه اخرى دين وانس اجين موجود في البوت سايد، نشوف انه الفارس يحاول يبحث على البريسنج اروز تكون موجوده على ميمك فيها سلوز، ولكن من جهه اخرى دين موجود لوكو من طرف الوزاد مشعل يبحث على الداش اوت، غيكون داش اوت موجود السينرجي كافيه من طرف بوت لين للفريق السعودي. من جهه اخرى في الميد لين جوجرنوت عنده تشينز الكتروكيوت وميد لايف سايفر، الى حد الان سايفر مازال ما شراش الماجيك ريزيست بيتو ست فيت امام لبلانك، الصراحه غريبه شيئا ما نظن. اوف جوجرنوت يكون عنده فيها الدمج سايفر فيري لو تشينز وانس اجين تمتع. من جهه اخرى فيهم زيرو تو هيرو بالدراجونز ريد سونيك ويف ممتاز الفولو اب الجنجل الفريق السعودي ياخذ فيها الكيل تريدد هنا ديستني مستعمله من طرف تويستد فيت للوصول الى الميد لين والبوش. من جهه اخرى فريق اي 9 التونسي غيكون اجابته هي التنين الاول في المباراه، هي التنين الجبال 6% في الارمر والماجيك ريزيست ذهب الى اي 9. يعني جود تريد بالنسبه لفريق اي 9 لغايه دلوقتي، رغم ان ما كانش يستحب ان البلانك تموت خالص دلوقتي، الكلتين اللي موجودين في فريق جي كي موجودين على هذا الليسن، بس هل فروم زيرو تو هيرو عنده القدره ان هو يكري؟ اعتقد عندنا في فايت بيحصل في التوب لين، لو الكاميرا تيجي على التوب في 3 مان على دو فانكو في البوت لين، وغيكون فيها دمج وغيكون فيها كل مشعل اوفر يعني اوفر بوشت هنا ميس بوزيشن تماما، غيكون فيها عقاب كبير من لقميس وانسا كان بهذا الكاليو وغيكون فيها كل 2-1-2. هذا الفيروس غيكون ليتالتي فيروس، غيكون عنده بوك كبير جدا صراحه، ما نحبش الكثير هذه يعني الكومبوزيشن طرف اينا، لانه هذا النازوس غيكون صعب جدا قتله، ومن دون يكون عندك اي دي سي عنده يعني اوتو اتاك بيس دامج، ومن دون ميج في الميد لين اللي ممكن يقوم بدي بي اس فريكونتلي مثل الاوريانا مثل السندرا مثل الكاسوبيا، من ممكن يقتل الوفو لو استطاع وفو الوصول الى الايتمز نتاعو، لو استطاع وفو الوصول الى ستاكس نتاعو، غتكون صعبه جدا على اي 9، لازم عليهم انهاء المباراه في اقرب وقت ممكن. يب ده حقيقي، يعني احنا المشكله دلوقتي عندنا هو ناسوس بس، ناسوس الوحيد اللي لغايه دلوقتي وليسن طبعا هو اللي معاه كيلز، ولكن ناسوس الوحيد اللي ما عملش انت يعتبر هو وليسن، لكن الميد لين بصراحه لغايه دلوقتي اداء مش متعودين عليه من سايفر خالص، وكمان البوت لين لو بصينا على السكور بتاعهم هنلاقيهم 0-3 الاثنين مع بعض ميتين حوالي 3 مرات. اي 9 هم اللي معاهم الكنترول، وكمان دين بيحاول يسكيور الريفت هيرالد للتيم بتاعه، وده هيديهم ادفانتج اكتر في الجول كمان السكات كراب. الريفت هيرالد ده ممكن نشوف استخدامه مثلا في الميد او في البوت ليم، بحيث ان احنا نحاول نسنوبول الليد اللي معانا، يعني فريق اي 9 نحاول يعمل سنوبول بهذا الريفت هيرالد. يا بالضبط نشوف محاولات سنوبول هنا بهذا الريفت هيرالد موجوده من طرف اي 9 عند دين الان، ونشوف ايش يكون اختيارهم، هل سيسووه في الميد لين ربما نشوفه في البوت سايد كمان، ولكن نشوف من جهه اخرى جي كي الفوكس كله موجود على سكريم هنا بهذا الفيروس وما يعرفش مش عنده الفيجن، وان في 4 غيكون فضيه صعبه جدا، يحاول بريسنج ارم ساعه في ابوك على ميمك، ولكن من جهه اخرى غير موجود الفولو اب ممكن يكون ديزنجيج من طرف جي كي، كان ممكن يحاولون الدايف، ولكن البوش كان ممكن يكون موجود من طرف ميمك بهذه المس فورتشن، ديزنجيج من طرفهم رجوع سايفر الميد لين يحاول ياخذ بعض الفارمينج، وصراحه
بتويست فيت امام بلانك دائما نشوف اللاعبين يذهبون نحو الميركوري ثريدز فيرست يكون فيهم شويه سيرفابيليتي، ولكن هنا سايفر يلعب شويه اجريسيف حتى انه 0-3 ولكن يذهب نحو اللوست شابتر، يذهب نحو الدامج، وغتكون غريبه لانه الان جاجرنوت ممكن يقتله في اي وقت ممكن. المفروض ان هو يقدر يعمل له وان شوت بمنتهى السهوله، ولكن شايفين سايفر بصراحه يعني في حاجه انا مش قادر افهمها لغايه دلوقتي، ازاي سايفر معاه نفس الفارم بتاع جاجرنوت وهو بيهايند كده؟ يعني انت بيهايند 3 كيلز وفروم زيرو تو هيرو، هنا مستخبي في البوش، فريق اي 9 ما عندوش اي فكره عن وجود زيرو تو هيرو هنا، واعتقد ان احنا هنشوف بلاي في البوت سايد زيرو تو هيرو بيستنى بمنتهى الصبر، هل هيخش؟ استني مثلا الويف دي تكراش، هل هيعملوا دايف؟ ما اظنش. بيتهيألي هنشوف هنا الريكول على طول فروم زيرو تو هيرو، وفو هنا التريدنج على طول مع ليو، يعني التوب لين كده دايما بيبقى جزيره ما بين الفريقين، الاثنين عاملين يفرموا، ولكن لو سبت ناسوس في جزيره لوحده كتير في الدقيقة 20 ولا حاجة هتلاقي يعني وان فيت بوي، هتلاقي في حاجة عاملة ستاكس كتيرة جدا، واعتقد ان احنا اوفو ده هيبقى مشكلة لفريق اينا. دبلتون موجود من طرف الاسد الخميس، بدا جامد عم يجري خلف زيرو يتقدم فيها نوك اب، ولكن لا ميست من طرف الاسد مش على الجيل الاخرى دين موجود دبل مان اكسس، ولكن في الميد لين كان فيها سولو بولو وصل من طرف الاسد جاكروتو، لا اللي له هرك موجود من طرف الاسد اولاف يكون فيها دمج كبير جدا على فروم زيرو الالتيميت ميس فورتشن موجود فيها دمج فيها بالت تايم، ولكن غير كافي لاخذ الكيل على دين عنده اجنايت عليه وجهه، ولكن ما غيمشي لحد الان وان فورس في توب لين موجود اوفو سايفون سايك ولا سايفونينج سايك وياخذ فيها كيل الترشات غير كافي ياخذ كيل كمشي اخرى تي بي موجود من طرف الاستاذ عبدو هيكون فيها كيل موجود لي 1 فور 1 توب سايد، بينما تي بي مساعد من طرف دي لبلانك مشي اخرى سكريم فيري لو كان يحاول في تشو في تشو مع ميميك ومع مشعل تي بي غريب تي بي من سايفر الاستاذ سايفر عنده دي سيني ربما يبحث على الدايف هيستخدم بيد سيني بتاعه فانوكا من طرف الاستاذ الخميس مازال مش سكريم هي متفخر من طرف شد ماخوذه من طرف الاستاذ ميميك وسايفر مازال يبحث على الدايف لو خميس از فيري فيري ان دنجر هنا فيري لو مش عنده المانا الكافيه ويحاول الهروب من سايفر ولكن بالجولد كارد الموجوده هتكون صعبه جدا لازم عليها السرفايف لازم عليها روما تريد 1 فور 1 بمساعده تلتا يكون هذا موجود ام لا هذا سؤال مطروح السبورت التونسي يتخدم هنا تحت الترن تاعه مشعل يبحث على نوكا بروبما ياخذ التيرت اجرو هتط موجود من طرف الجاليو لو خميس مازال ماتش لو خميس مازال ماتش شاركين في المطاف هالثلاث شوت ما تكونش كافية وكان ما يذهب إلى جي كي مباشرة للأستاذ ميميك بيالي المسورسين 2-1 إلى حد الآن هو كمان هيكون عنده لتاليتي هو كمان هيكون عنده دامج ونشوف إذا استطاع سنوبولينج بهذا الأدفانتج الصغير اللي معاه في البوتلين يعني بلاي كويسة من سايفر سايفر مهما كان بهايند زي ما احنا شايفين بيحاول دايما ان هو يعمل بلايز يساعد بها التيم ميتس بتوعه دين هنا مع الريفت هيرالد اللي تقريبا واخده من خمس دقايق هل هنشوف الريفت هيرالد ده على ووفو ووفو هيموت ويتخذ منه التاور تشين موجود على دروس الوفو على سي سي دبل تشين نور مش موجود من طرف الجاكنات الجاكنات الاخرى الوساد دين موجود بهذا الاكسس متاعه بهذا الاوراف متاعه بهذا الدامج متاعه وغياخد فيها كيل فور فري هنا على ووفو وهذا هو اللي لازم يكون صراحة لازم يكون شت داون على هذا النازوس لانه لو تركت النازوس في الفارمينج الظروف هتكون صعبة خاصة بهذه الكومبوزيشن الموجودة مع اي 9 الان اي 9 بهذا الهيرالد المستعمل في التوب سايد ياخذون الثلاثة البرج الاول في المباراة سيكون عندهم ادفانتج 3 كي جولد الى حد الان في دقيقه 12 تنين الى شيء 11 5 وتنين موالي موجود في الخريطه وعليه جي كي ولكن شوف سكرين بس الستيل ما يكونش موجود هذا الستيل فروم زيرو تو هيرو عنده سمايت وما يرحمش لكن في الميد لين سايفر وانس اجين غيموت او ماي جاد ايش صاير مع سايفر في المباراه سايفر رينجيش باد جيم جي كي مش على بينوك اب موجود على الدين يكون موفو موجود سايفر مسترك موجود على دين فضي صعب جدا يحاول المساعده ولكن غير ما ممكن شات داون ماخوذه من طرف الوسات فروم زيرو ولكن جيل اخرى ميميك اوتو بوزيشن فيها من طرف الوسات الخميس ولكن مش موجود الفلو بريد دامج ميميك مع فريقه ال 4 في 1 تشيس موجود على الوسات الخميس يحاول انه يعرف كويكس موجود من طرف الوسات مشعل يبحث على التون يبحث على الشارم غيكون فيها شارم ما يكونش فيها نوك اب ولكن الخميس تو تانكي لحد الان يحاول الهروب يحاول السرفايف الميس لسونيك واقف من طرف الوسات فروم زيرو مشي اخرى ليو في مع ووفو بلت تايم من طرف الوسات الخميس ياخذ فيها كيم جيم ووفو يسفر امام ليو ولكن فريقه معاه يمشي اخرى سكريم موجود عند بيسنجارو ليو ميسي ياخذ فيها كيف في الميد لين وغاد تشيس موجود او ماي جاد سكريم مش كان عنده الرينج الكافي اللي سنايب على ميميك ولكن جيم اخرى مش على الفاضي صعب جدا تشيس موجود من طرف الوسات ليو يرمي عليه الشقور يرمي عليه السكاكين وغيكون فيري لو مشعل اي 9 عندهم اجابه وانس اجين في الميد لين وانس اجين معاهم التفوق والمومنتوم في المباراه اوكي اوكي يعني فريق جي كي لغايه دلوقتي بصراحه قادرين يثبتوا حتى وهم يعني مش موفقين قوي في الايرلي جيم حتى وهم بيهايند في الايرلي جيم سايفر 0-5 ولكن الراجل مهولد يعني هو بيهايند 2 ليفلز مع الميد لينر اللي قصاده بيهايند حوالي 30 فارم ولكن مش كومبليتلي يوسلس في حاله زي دي بنشوف تقريبا تي اف بيموت بس ولكن في حاله سايفر شايفين قد ايه ان هو قادر يحاول على الاقل ان هو يفيد التيم بتاعه ان هو يبدا بلايز ويساعد التيم بتاعه ان هم يحاولوا يرجعوا في الجيم فروم زيرو تو هيرو بصراحه اداء خرافي لغايه دلوقتي ولكن المهمه صعبه قوي على فريق جي كي لو بصينا على فرق الجولد هنلاقي حوالي
3 او 4000 جولد ما بين الفريقين. وبصراحه بالكلات دي فرق الجولد كان المفروض يبقى اكتر من كده بكتير. ووفو لسه ما معهوش الماجيك ريزيست, مش قادر يقف قصاد البلانك في اللين, ممكن فول كومبو واحد كمان ونلاقي ووفو قدر يعني مضطر ان هو يبوف الالتيميت بتاعته عشان ما يموتش. سكريم بفري فارم في البوت لين وجاجرنات هنا او سوري دين بيحاول ان هو ياخد الريد باف بتاعه وبعد كده هيبدا ان هو يموف على الماب. يا بالضبط, ونشوف اذا استطاع الوصول مع فريقه الى حوالي المدينه. الدفاع عليه هنا صراحه مش موجود في البشر, لكن هناك بيجي معطات من جهه اخرى. صفر وانس اجين انزنج, هذه المباراه سيكون فيري فيري من جهه اخرى, مش موجود البين, ولكن الضرب ضد الرونسكو موجود. نعم موجود ضرب الخميس وفي اكل السبورت التونسي ضرب ركب لا ونقب واحد موجود طرف مش على الترند لحد الان. كل سبورت كل سبورت لكلا الفريقين. صفر ماذا يفعل بيهايند 4 تي سي اس؟ صفر 6 بيهايند 2 سي اس ما يحترمش الكل بريشر اللي موجوده مع اي 9 وجي كي. وانس اجين ممكن نشوفهم يخسرون المباراه الثانيه لهم لي فريق شمال افريقي اللي هو اينانا التونسي. نشوف مع بعض اذا كان هذا ولا غير سمعنا في المباراه ام لا. جاجرنوت از فيري فيري فادي لحد الان, عنده لودن ستامبست, عنده البوست الاثنان, وعنده يعني هذاك دارك سيل ستاكت فور ستاك, ممكن نشوف منه يعني مور بما مور ايتمز ومور وان شوت بوتنشال. 4 كي جولد ادفانتج موجوده مع الفريق التونسي, وهنا الهيرالد الثاني معاهم مباشره. الهيرالد الثاني ما اظنش ان هيبقى فيه كونتيست فروم زيرو تو هيرو. هل هيقدر ان هو وان شوت من جاجرنوت؟ يا نهار ابيض, ايه ده ايه ده؟ الله الله انا متفاجئ. اوه كل ثانيه ستوت موجود على ميمك المفروض لسه باش يمكن منه الكلاينت متى جيدا كابتن جاك لحد الان. فيها ديسني من طرف التوتال تي بي موجوده في الميدان. لوك ميز فيري لو تفرز خدم عليه الوالد كانت موجوده لياخذ الكال. فيها تشينز لاما مش موجوده من طرف السات. جاكنوت ليو كان موجود بي تي بي ولكن غير الكافي. ميمك كلين كلينز من طرفه في الميدان للاسكيب هنا على فريق انان. محاوله يعني صراحه تحترم من طرف الاستاذ لقميس بدل جاليو ما كانتش كافيه لحد الان. وهنا يا سايفر ياخذ الكل الاول له في المباراه. يعني هو يعني كل اللي عمله تقريبا ان هو ريسيت الجولد اللي عليه, لان هو مش هيقدر برضو ان هو يقف قصاد اي بلانك في اي لين. زي ما احنا شايفين هو واقف دلوقتي بيحاول يكاتش الاكس بي في الميد لين, وجاجرنوت بيعمل تي بي ناحيه ووفو. ووفو لسه برضو ما جابش اي ماجيك ريزيست, ولكن ما اعتقدش ان جاجرنوت هيفايته هنا في وسط الويفه دي كلها. يا بيعمل عليه الروت. اصل انت مش هتضحي بكل الويفه دي وتقعد تعافر مع ناسوس لسه معاه الالتيميت, هياخد وقت كتير قوي عشان يموته. وفي الاخر مش شرط انك تموته, مش شرط, لان هو لسه معهوش الاجنايت, او هو يعني معهوش اجنايت. انا اسف بيلعب بالتليبورت. هي سايفر على سكرين مباشره في جولد كاب دبل تون تريبل انتم طرف رسل الخميس. البيل كان موجود لكن غير كافي. الفولوب كان كافي من طرف جي كي لياخذ ذا الكيل على سكريم هنا. وبالحديث على نازوس, نازوس عنده 365 ستاك الى حد الان في الدقيقه 17. يعني مش عنده ستاكس الكبيره جدا اللي كنا نتصور منه, ولكن مازال هذا فقط الدقيقه 17 من المباراه. مازال نشوف ربما منه الليد جيم الرهيب اللي كنا ننتظر من هذا الشامبيون. الان ليو على الفوكس هنا في البوت سايد, لازم عليه الهروب. اخذ الباسكون هنا والحذر من مشعل هو فروم زيرو تو هيرو. لوخميس موجود في ميدان للدفاع مع جاجرنوت, يتخدم جاجرنوت على ميمك. شوف الدامج اللي طلع من البلانك. يا سلام على هذه الميسورشن, لازم الحذر عندما لا يكون موجود مشعل. صعب جدا على ميميكا سيرفايف اجينست جاجرنوت, لازم يكون الشار موجود بالاسميت اللي مشعل على الاستاذ جاجرنوت لي السيرفايف الاي دي سي نتاعو. من جهه اخرى ليو هنا بالسكاكين نتاعو امام فروم زيرو زيرو, فيها بوك محترم صراحه, والتنين لا يكون عليه الصوره, لا يكون عليه الروح في المباراه, والتنين المحيطات غيكون موجود معنا هنا في الخريطه. اوه بيستيك من طرف الاستاذ جاجرنوت, شوت داون اخذ من طرف اليسين فورمان تونت من طرف الاستاذ لخميس. السلام فروم من طرف هناك على الركنه من طرف الالوراف. دامج صعب جدا, الاول موجود الثاني موجود التشيس موجود, ولكن بالت من طرف الميسو دور كيف طرف الاستاذ ليو. دين مات ووفو موجود وعنده صرف من الاسترايكس نتاعو, يبحث عن لقميس يبحث عن سكريم, ولكن سيكون كافي. لوك اب موجود من طرف هذا الاستاذ لقميس, طونت موجود من طرف لقميس, وكين موجود من طرف سكريم على اي دي سي تونسي. والان غنشوف التنين موجود مع فريق ناين. مش ممكن اللي صاير في هذه المباراه يا حبيبي موحى. صراحه لا احد كان يتصور هذا. او ماي جاد, مش ممكن مش ممكن مش ممكن بصراحه. فريق اي 9 التيم كومب بتاعته احسن بكتير من فريق جي كي. يعني انت هتكسب التيم فايت ده ازاي؟ انت معاك اولاف ما بيتحطش عليه سي سي, معاك موندو صعب ان هو يتحط عليه سي سي, او السي سي الاولاني بيقدر ان هو يشيله بمنتهى السهوله. وكمان سكريم معاه الرينج الكبير جدا في الباك لاين, يقدر ان هو يطلع الدمج زي ما احنا شايفين الاعاده هنا. يعني جاجرنوت اتعمل له وان شوت. التيم فايت ده اللي احنا شفناه اي 9 كسبوه كان 4 في 5, انت متخيل؟ يعني 4 في 5 وفي الاخر ان انت برضو تقدر تكسب الفايت وتقدر ان انت تاخد الدراجون. مش على الجري على 1 اتش بي, ولكن ليو ما سابوش. ووفو هنا كان الامل بتاعهم الصراحه, ولكن يعني سكريم لسه برضو اوريدي بيطلع دامج كتير, ولوكميس بيقدر ان هو يوفر البيل, يعني يقدر ان هو يوفر البيل وكمان يقدر يوفر الانجيج للتيم بتاعه. بصراحه يعني انا شايف المهم على فريق جي كي صعب شويه. انا شايف ان الدرافت ده كان ليميت تيست, او اللي هو خلينا نقول بنهاف فان, مثلا بنحاول نهاف فان بالدرافت بتاعنا, اللي هو ما تنزلش اجواد. رغم اني انا مش بقول ان فروم زيرو تو هيرو, يعني فروم زيرو تو هيرو من احسن الجانجلرز, ولكن ما بينزلوش البين جانجلر اللي متعودين يلعبوا معاه.
ولكن بيخلوا فروم زيرو تو هيرو ياخد على التيم بلاي مع بعض, يعني ان هم يتعودوا على بعض شويه وكمان يقدروا ان هم يجربوا حاجات جديده في الدرافت. هو ديستني موجود على الليو في سايفر في فيرتروس في سي سي جولد كارد موجود المركب طرف مش على الليو ما زال ما ماتش يحاولوا الهروب بهذا المندو نتاعو ما زال ما ماتش في الون في دري سيتويشن الهروب موجود طرف هذا الاستاذ موندو ولكن جولد كارد وان سكند طرف سايفر مش عنده الدمج الكافي لحد الان الصفر سترايكس من طرف الاستاذ وفو كافيه بهذا الكلب نتاعو شوت داون ماخوذ من التوب لين الفاير جي كيرك من جهه اخرى هنا يبحثون على الفولو اب يبحثون على الرين جاج هنا في البوت لين سيكون فيها هنا تونت ربما من طرف الاستاذ لقميس ما نظنش ذلك احترام كبير من طرف جي كي جوكر يتقدم عنده تشينز اكون في سي سي اكون في ربما دامج ولكن لا مش بيدا شاوت على سايفر يكون هذا كفيل الهروب فرفوس موجودة على الأستاذ لخميس السونيك ويف من طرف الليسين هل سيكون فيها رينجاج من طرف جي كي ام لا من جهة أخرى سكريم غير موجود في تيم فايت سكريم موجود في ميد لين لازم الحذر من طرف اي 9 عندهم الأدفانتج ولكن ممكن الموازين تنقلب في هذه المباراة لأنه جي كي من احسن الفرق معنا في الاي سي ممكن يعاقبوا اي غلط ممكن يصير من طرف اينام ممكن يعاقبوا بس بص على سايفر يعني لسه حوالي في فرق 50 او 40 فورم في الميد لين والراجل سكور 1-7 هو في الحاله دي بيلعب يوتيليتي بس فرق الجولد حوالي 2000 جولد في الميد لين ولكن الجانجلر بتاع فريق جي كي قدر ان هو برضو يعني بيحاول ان هو يوازن الدنيا شويه يعني بصراحه لولا الحاجات اللي عملها فروم زيرو تو هيرو كان فريق جي كي دلوقتي هيبقى في وضع لا يحسد عليه بس التيم كوم لغايه دلوقتي هم مش عارفين يعملوا بيها اي حاجه فروم زيرو تو هيرو هنا يهرب من التشينز بتاع الجاجرنوت بمنتهى السهوله وورد جامب دبليو لبره ويعني بص على الفيجن بص كده على الماب هتلاقي الماب تقريبا كلها لونها ازرق مفيش اي حاجه فريق جي كي مش قادر ان هو يحط فيجن في الجنجل بتاعته وهنشوف فورس بارون دلوقتي اعتقد من فريق اي 9 لو خدوا البارون ده ممكن يعملوا بيه اندر جيم او على الاقل ياخدوا انهب ولكن موجود فروم زيرو تو هيرو ممكن نشوف منه السين ممكن نشوف منه المعجزات اللقمه موجود هنا في الزونينج عنده طونت الطونت موجود ولكن غير موجود على الاستاذ فروم زيرو تو هيرو كيو موجود من طرف هذا السين يبحث عن الفرصه ينتظر الوقت المناسب بوتس من طرف الميسوجين دمج مصطفى جدا مش عايز يتخدم ولكن لا كسر ديسنت لينان فضي صعب جدا غير متفائل لقمه هو الاول مش الاخرى شوجر نوت يتخدم على سايفر ومكان 1 اتش بي ولكن حاليا انه زال ما ماتش جوجر نوت يبحث عن الفرصه للخش وانس اجين يتقدم على مشعل فيها تشين ولكن غير كافي وانس اجين الكل في ريلو ودين يتخدم على ميمك فيها دمج فيها اكسس وفيها كال هذا العنف ممتاز جدا مش الاخرى ولا صعب جدا سلوز موجود عليه بهذا الكاب غيكون غيموت مباشره وش ممكن الهروب في ال1 في 4 سيتويشن والان تنقلب الموازين وانس اجين بعد بدايه هذه بشكل صحيح جدا للجي كي خامو اي 9 بالكومباك خامو اي 9 بالفوز بهذا التيم فايت ولكن مازال موجود فروم زيرو تو هيرو مازال عنده سمايت نتاعو صحيح انه مش عنده الفلاش ولكن عنده الداشز عنده الكيوز عنده السونيك ويف الان البارن فيري فيري لو جوجنوت موجود هنا ياخذ الفيجن على الجانجل فريق جي كي والان فروم زيرو تو هيرو هل ممكن يكون هو البطل هو الهيرو لفريقه يتقدم في ال1 في 4 سيتويشن سايفر موجود في جهة أخرى في فانكي بوزيشن ولكن تشينز موجود من طرف الأستاذ جاكنوت فيها سي سي فيها دمج فيها كبير جدا أكيو موجود من طرف الأستاذ فروم زيرو تو هيرو لا موت من طرف الأستاذ جاكنوت والكيل ولا البارون عايز أقول ماخذ من طرف دين والآن تشينز موجود على سايفر وغيموت للمرة الثامنة في هذه المباراة لازم يمشي على الهروب بهذا الركان ونعم هيكون هذا كافي للهروب من طرفه ولكن اي 9 240 في هذا التيم فايت الأخير زائد البارون ناشر ممتاز جدا البلاي من طرفهم ممتاز ممتاز فريق اي 9 لعبها كويس جدا لو شفنا البولت تايم بتاع ميميك كان تقريبا هتنقذ الجيم يعني كان خلاص هيقدروا ان هم يكسبوا تيم فايت ولكن زي ما قلنا اولف ما تقدرش توقفه مفيش اي حد من فريق جي كي يقدر يوقف اولف ان هو يعمل وان شوت لميميك ميميك اي نعم معاه تو ايتمز بيطلع دامج كتير بالبولت تايم ولكن خلاص مجرد ما اولف بيدوس على زرار الار محدش يقدر يعمل معاه اي حاجه وبصراحه شفنا زونينج اكتر من ممتاز موجود من جاجرنت وبيحاول الراجل اهو بيجيب بيكس ولكن مش عليه يقدر ان هو يهرب بمنتهى السهوله الزونينج كان كويس جدا من جاجرنت بحيث ان فروم زيرو تو هيرو ما كانش عنده اي فرصه ان هو يخش جوه البارون بيت ولما دخل برضو البلانك قدرت انها تعمل له وان شوت وفو لغايه دلوقتي لو بصينا على ستاكس هنلاقي معاه حوالي 500 ستاك يعني هو بقى اونلاين بقى يقدر ان هو يطلع دامج ولكن بعد ايه احنا في الدقيقه 23 وفرق الجولد تقريبا حوالي 6 او 7 يعني تقريبا 6000 جولد او 6000 ونص جولد 6000 ونص جولد وده فرق كبير قوي ما بين الفريقين فاعتقد ان فريق اي 9 لو لعب الحبه اللي جايين دول كلين هيقدر ان هو ياخد الاوشن سول او الاوشن دراجون وبعد كده يقدر ان هو يند الجيم يا بالضبط الان ياخذون السول بوينت او تنين المحيطات صراحه هذه فقط بدايه البارن باور بلاي وعندهم اوريدي 6 كي جولد ادفانتج موجوده على فريق جي كي نشوف انه جاجنوت يتقدم في البوت سايد على سايفر في ابوك من طرفه عنده بارن باورد مينز هيكون فيها بوش بكل سهوله بيدي البلانك يتقدم على سايفر فيها دامج ولكن سايفر 1 اتش بي لازم عليه الحضر من الاخرى دين على الانجيج لكن التيمات موجود من طرف القبيط النوك اب موجود على ووفو بهذا النازوس هل سيكون فيها انجيج من طرف جي كي ام لا التيمات موجود من طرف الميس فورتشن بول تايم في هذه سكرمشز بوينت هتكون سهله جدا على جي كي ياخذون بها الدمج لكن الاخرى هنا
يلعبوها بذكاء. سكريم يبقى في الميدلين ياخذ التوريت رقم 2، والان هذا البارون باور بلاي ياخذ بها الاوبجكتيف الاول اللي هو التنين، اللي هو التنين زائد ادي التوريت الاوبجكتيف الثاني صراحه. وجاب خلف توب لين نشوف انه ليوفولد يصعب جدا، يحاول هروب فلاش اوت مستعمل من طرف الكين سي سي ورا سي سي ورا سي سي من طرف الفرصه سايفر بايفر فروست بجولد كات وغيموت مباشره بعد اخذ التوريت رقم 3 في التوب سايد. ولكن الجهه الاخرى اجابه موجوده من طرف الاستاذ جاغنوت في البوت لين كمان ياخذ التوريت رقم 2. الصراحه اخذوا الكثير من الاوبجكتيفز اي 9 ومات فيهم فقط ليو، هي صراحه الميستيك من طرفه، ولكن مش مشكله يعني تبقى شوي وورد لفريق اي 9 التونسي. ونشوف اذا استطاعوا ان يقوموا اكثر بهذا البان بلاي قبل انهاء. اوه جمد ضايع من طرف الاستاذ سكريم، وجاء اخر سايفر يبعث على رينجيج موجود هنا الجولد كارد من طرفه، الدين موجود للبيل على الدي سي نتاعو لقميص هو كمان فكويكس من طرف الاستاذ مشعل. رمى نشوف الناتون راجناروك من طرف الاولاف للهروب، يحاول الهروب الاستاذ دين فاكيو من طرف الاستاذ عليه جولد كارد موجود من طرف الاستاذ سايفر توت منتج من طرف الاستاذ لقميص البيل هنا يشوف الاستاذ من طرف الاستاذ فارس هذا مشروع صعب جدا بالا تايم من طرف ميمك ويوفو بالفلاش على سكريم، ولكن مستعين تتم طرف هذا الفارس من جهه اخرى يتشكل نقطه تاع خبيث الفايت يكون هذا ربما كافي نجاه داون اخذ من طرف الاستاذ وفو دين از فيري لو يكون عنده سوبر سي توبريزيشن وتشكل نقطه باك لاين لا دراجون سليج من طرف الاستاذ وين في الاحلام وغيكون فيها ربما كاين تشكل نقطه نعم شد ماخوذ من طرف الاستاذ ماك ومن جهه اخرى اذا يخسرون لاو ستيل هيلثي يتخدم هنا في الباك لاين سايفر از فيري لو مش عنده المانا فروم زيرو زيرو يحاول الهروب دين مازال عايش هنا يضرب الكيم ياخذ من طرف الاستاذ الخميس لاو بحث على تشيس هل تكون هذا كافي ام لا يضاش اوت من طرف الاستاذ مشعل سوري كيف من طرف الاستاذ فروم زيرو زيرو نو مانا هذا الركان لازم نحذر من طرفه. What a fight كان عندنا هنا في التوب سايد من الخريطة back and forth محاولة انجاج من طرف جي كي، ولكن في آخر المطاف يبدو لنا وفيها شوية تعادل من طرف الفريقين. اوف 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 يعني بصراحة يعني فريق اي 9 قادر يورينا قد ايه قوة التيم كومب بتاعتهم مهما كان الفايت مهما كانوا بهايند، يعني تلاتة وشايفين ليه وبيحاول يتشيز فروم زيرو تو هيرو. كيو فلاش اوت من طرف فلاش اوت زيرو هيرو. اوكي. بصراحة الفايت كان حلو جدا، وكنت عايز بوينت اوت حاجة يعني فروم زيرو تو هيرو عمل كيك على البلانك، يعني الرياكشن تايم بتاعه كان حلو جدا، قدر ان هو يوقف الكومبو بتاع البلانك وقدر ان هو يديناي تقريبا كل الدمج بتاعها. بوست الفايت كان البلانك تقريبا هتجيب تريبل كيل بعد ما نطت الحيطه، كان في ثلاثه تارجتس موجودين ان هم 1 اتش بي، ولكن فروم زيرو تو هيرو لعبها صح جدا بالكيك بتاعته قدر ان هو يديناي كل الدمج بتاع البلانك. هنا فريق نبص على الاعاده شايفين الانجيج على طول، ولكن اولاف زي ما قلنا صعب جدا انك توقفه، صعب انك تعمل له اي حاجه. سكريم كان واخد المسافه بتاعته وسيف تماما، البولت تايم من ام اف عملت دامج كتير جدا، ولكن خلاص هم خرجوا من الرينج بتاعها. وشفنا الري انجيج جاجرنوت كان جاي من الميد لين، وكمان شفنا التليبورت جايه على التاور، لو ركزنا فوق هنلاقي التليبورت. شوف هنا جاجرنوت وشوف فروم زيرو تو هيرو والكيك اللي عملها، شوف 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 العظمه صراحة. الكيك كانت اكتر من روعة، قدر ان هو يديناي يعني كانت هتبقى كارثة ليهم. هو اي نعم الفايت كان كارثي في الاخر برضو، ما كانش احسن حاجة نتيجته، ولكن هو قدر ان هو يقطع او يقط الخسائر على قد ما يقدر. ما ماتش ولا هو ولا مشعل، ولكن يعني ليو ما سابهوش جري وراه لحد الجنجل بتاعته وقدر ان هو ياخد منه الفلاش. بصراحة لو بصينا على الوين كونديشن بتاع فريق اي 9 لغايه دلوقتي، قدامهم حاجتين بس محتاجين يعملوهم. خليك حاطط البريشر اللي انت حاطه ده في الماب، خليك عامل الفيجن بالذات على البوت سايد، لان احنا فاضل لنا خلاص تقريبا دقيقه وربع على الاوشن سول، والاوشن سول ومعاك موندو ومعاك اولاف، الناس دي مش هتموت، الناس دي حرفيا هتخش التيم فايت تدوس على الاربع زراير بتاعتهم كده، مفيش اي حد منهم هياخد اي دامج، مفيش حد هيموت، لان الليد كلها لو ركزنا في الناحيه الثانيه من فريق جي كي هتلاقي معظمها على فروم زيرو تو هيرو. وهيعمل ايه ليسن وصاد اولاف وصاد يعني موندو متفايت في الليج جيم؟ مش هيقدر يعمل اي حاجه، فبيتهيألي الجيم ده هيخلص باوشن سول بعدها بارون، او العكس بارون بعد كده اوشن سول، وفريق اي 9 هيقدر ان هو يحقق الانتصار الثاني على فريق جي كي، الا لو يعني الكيرس بتاعتي عارف الكاستر كيرس بقى وكده، الا لو ده حصل يعني وفريق اي 9 قدر ان هو يعمل ثروب بطريقه ما، ولا بصراحه انا شايف ان هي صعبه جدا. اوكي انا جوجنوت بعد الفوك موجود على السايفر، سايفر صراحه بعد تويست فيت ما شفناش الكثير من الامباكت من طرف من جهه اخرى. جوجنوت مازال يقوم بالفوك نتاعو، مازال يقوم بتهديد فريق جي كي هنا في الميد لين. هذا البارن يكون موجود معنا من هنا ثانيه واحده، نعم البارن يظهر في الخريطه هنا في التوب سايد، نشوف عليه فوكس كبير جدا من طرف الفريقين. لو اخذوه اي 9 يكون عندهم يعني بيج بيج تشانس تو وين ذا جيم، والان عندهم سول بوينت يتجهون نحو التنين، هو الاول ياخذون كل البرايو في الميد لين، كل البرايو في البوت سايد، كل الفيجن في الريفر بوت سايد هي كمان، ويكون فيها تنين وسول من دون اي كونتست لما اظن من طرف جي كي. والجوجنوت مازال موجود هنا في الميدان بعد الازعاج بعد البوك انه يتم مستعمل من طرف الاستاذ لقميص سونيك ويف موجود من طرف الثاني انجيج من طرف الاستاذ مشعل في الفونت في شارم، ولكن من جهه اخرى جوجنوت هو كمان موجود هنا ستوبش موجود من طرف الاستاذ لقميص ستوب بوزيشن، ولكن غير كيف غيموت فور مان تونت ولا فايف مان تونت هنا موجوده في الميدان، ولكن شد دون ماخوذه من طرف سايفر، ولكن تريدد فور السول من طرف فريق اي 9. لكن الان جي كي عندهم الاولويه على هذا البارن ناشر، ممكن نشوف منهم الفايف في فور فايت ليكون فورست
هنا في الميدان موجودين هنا في البش اطراف يكون موجود على الليو شد ليو ليو في وضع صعب جدا ولكن عنده الشيلد نتاعو ما غايكونش عليه سي سي من طرف السايفر كيو موجود من طرف روم زيرو تو هيرو وهذا سيكون هذاك في دين مازال موجود وجاكونوت في الميدان غيكون فيها بوش وغيكون فيها بريشر كبير جدا من طرفين هنا كيمشعل عنده فلانكي بوزيشن سايفر عنده فلانكي بوزيشن يتقدموا على سكرين ربما لازم البيل على هذا الاي دي سي لازم البيل على سكرين من طرف اينايو الان نشوف انه فروم زيرو هو كمان موجود بالدبليو نتاعو سايفر عنده جود كارد يجي بالدايم من طرف الاستاذ سكريم مازال اخر وفور فوكس شوف الدمج طالع على وفور كي عنده هيلينغ في الاحلام الدين عنده راجل بروت من طرف الميسوس يدخل على الباك لاين دين ميميك ياخذ الكيل الاول موجود على التونسيين الثاني ربما يكون موجود نعم ياخذوا على الاستاذ وفو التريبل كيل للفريق اينايو على الاستاذ ميميك ومن جهه اخرى مشعل يحاول الهروب هو فروم زيرو فاسي من طرف الاستاذ لايو شد لايو ميسي رب يتخدم على مشعل كيو اخير ولكن ما فيش الدمج الكافي نعم فيه الدمج الكافي ياخذ الكيل الاخير فروم هيرو تو هيرو يبقى يتيم وحيد للدفاع البيس نتاعه ولكن لا ما يخليهش يسوي ريسات فيها بوش من طرف ايمان نحو الميد لاين ياخذون الثالث رقم ثلاثة ياخذون الايبيت رقم واحد والان الفوكس هو نكسس فروم زيرو زيرو يحاول ريسات ها سيستطيع ان يفعل ولا تي في موجود من طرف ريسات لايو لمساعدة فريقه الفور في وان يكون موجود ها سيكون هو المشي هو البطل لفريق جي كي فروم زيرو زيرو بين السين 1 في 5 حتى غتكون الظروف صعبة وتجي انت والبلاد ايمان التونسي غيفوز وانس ولا ماشي وانس اجين صراحة اول مرة على جي كي على جي كي وهذه ثاني خساره اللي جي كي في نفس الاسبوع ما تصورناش انهم يخسرون ولا مباراه واحده والان دي لوز باك تو باك تو جيمز اجينست فريقين من شمال افريقيا ربما يكون هذا هو السر هذا هو يعني السر اللي لازم يكون موجود امام جي كي اللي فاز عليه مش مشكل جي جي لفريق اناين حد موفق لجي كي في المباراه المقبله بس ادهم تشيل بصراحه ويل بلايد من فريق اناين ولكن فريق جي كي زي ما احنا عارفين يعني هو يعني بيحاول يليمت تيست في الدرافت مش اكتر وكمان لو ركزنا في الجيم هنلاقي يعني دي مش غلطات يعملها فريق زي ده فويل بلايد من فريق اناين وفريق جي كي بيحاول يليمت تيست بيحاول يجرب درافت بيحاول يجرب هنا بيحاول برضو يحسن السينرجي شويه مع الجانجلر الجديد فروم زيرو تو هيرو فيعني خلينا نخش على الديتيلز بتاعه الجيم مع الاناليست ديسك وبس Yeah, بس Let's go.